ودعا سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية فخامة الرئيس رمضان أحمد قديروف رئيس جمهورية الشيشان الصديقة بعد ختام زيارته الرسمية إلى البحرين، حضر فيها العديد من الفعاليات والمعارض والبطولات الرياضية على أرض المملكة. وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد في تصريح بمناسبة ختام زيارة فخامة الرئيس الشيشاني للبحرين: تمتلك مملكة البحرين علاقات وثيقة مع جمهورية الشيشان الصديقة التي شهدت هذه العلاقات تطورا واضحا في ظل الرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بزيادة حجم التعاون البحريني الشيشاني في مختلف المجالات، علاوة على الرغبة الصادقة من قبل فخامة الرئيس رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الصديقة في تنمية تلك العلاقات وتطورها بصورة واضحة. وبين سمو الشيخ ناصر بن حمد أن زيارة فخامة الرئيس الشيشاني للبحرين تعتبر فرصة لاستعراض علاقات الصداقة والتعاون الوثيقة بين البلدين وزيادة تعزيزها في كافة المجالات بما يخدم الأهداف والتطلعات المشتركة وتأسيس لمرحلة مستمرة وبارزة من العلاقات الطيبة بين البلدين اللذين تجمعهما مصالح مشتركة. من جانبه قال فخامة الرئيس الشيشاني في تصريح بمناسبة ختام الزيارة: نتقدم بالشكر والتقدير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله على كرم الضيافة والاستقبال، كما إننا نشيد بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين الجانبين في مختلف المجالات التي تشهد نموا متصاعدا في ظل رغبة البلدين الصديقين بتقويتها. أشاد فخامة الرئيس الشيشاني بالنهضة الشاملة التي تشهدها البحرين في مختلف المجالات، وأشاد بالنجاح بالفعاليات المثالية التي تقام على أرض المملكة من بينها معرض البحرين الدولي للطيران وبطولة العالم لفنون القتال المختلطة.